دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن شابتر 2 لبطنة وجراحة، بيتكلم عن النيرسينج مانجمنت اوف ريسبيراتوري ديس اوردرز وبريزنتد باي ليليان اسكندر اسيستنت بروفيسور فاكولتي اوف نيرسينج كايرو. اول حاجه هنتكلم عنها في الريسبيراتوري ديس اوردر هو النمونيا. النمونيا هنبدا بتعريفه، هو عباره عن ايه؟ كلمه نمونيا جايه منين؟ هي عبارة عن inflammation and infection of lung، يعني lung tissue والالفيولاي بتبقى inflamed او حصل فيها infection بسبب ان حصل inhalation استنشاء لorganism transmitted to lower airway او lower respiratory tract، يعني الجزء السفلي من الجهاز التنفسي حصل فيه infection وinflammation، وده طبعا معناه ان هو حاجه ديب وعميقه لغايه ما وصلت لللور ريسبيراتوري تراكت ووصلت لحد الالفيولاي، وبتكون الالفيولاي حصل فيها انفلاميشن. ولما يحصل انفلاميشن في الالفيولاي اللي هي الحويصله الهوائيه اللي بيحصل فيها اكستشينج للجازس، انه بيحصل الاو 2 بيتبادل مع السي او 2، لما دي تبقى inflamed ده معناها ان مش هيبقى فيه جاز exchange، مش هيبقى فيه تبادل للغازات، وبالتالي هيحصل accumulation لثاني اكسيد الكربون في الدم وفي الجسم، ومش هيوصل اكسجين للاعضاء الحيوية جوه الجسم. تمام؟ فالتعريف تاني بيقول هو inflammation of the lung parenchyma that is caused by microbial agent، يعني lung parenchyma بتبقى حصل لها انفلاميشن بسبب ميكروب دخل فيها. وطبعا النمونيا ده هو الموست كومن كوز اوف ديس من الانفكشس ايجنت، يعني اكتر انفكشن ممكن يؤدي للوفاه هو النمونيا. بيحصل انفكشن كتير في اجزاء كتير في الجسم ليها مضاعفات كتير، ولكن الانفكشن اكتر انفكشن بيسبب او بيؤدي الى الوفاه هو النمونيا او الانفلاميشن اوف lung tissue. طيب ايه الكوزس؟ الكوزس ممكن تبقى فيروس زي ما احنا سامعين الايام دي عن الكورونا. ايه مشكلة الكورونا؟ ان هو بيخش على lower respiratory tract وبيعمل نمونيا، عشان كده بنقول في الكورونا المريض بيحتاج جهاز تنفس صناعي. فانجاي ممكن يبقى فطريات او بكتيريا او aspiration. يعني aspiration يعني الشخص بيعمل inhalation اللي احنا نقول عليه بيشرق، بس بيشرق بمادة كيميائية او مادة سامة بتخش جوه الرئة بتعمل لها هذا النوع من الانفلاميشن. وهنا دي صورة بتورينا شكل الانفلاميشن، شكل الانفكشن اللي بيحصل. الناحية اللي على يمين دي الهيلثي لونج. الهيلثي لونج شكلها ايه زي ما احنا شايفين؟ الهيلثي لونج شكل التيشو بتاعتها تمام، الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائية تمام، البرونكيولز اللي هي الممرات اللي بيعدي فيها الهواء، الشعب الهوائية الصغيرة البرونكيولز دي واسعة وسليمة والأكسجينيتد والدنيا زي الفل. طب لو بصينا على السايد التاني اللي هو على الشمال بشوف ايه؟ بشوف inflammatory process تمام، بشوف الالفولاي زي ما احنا شايفين ايه اللي فيها؟ غرقانة بالفلويد. ده معناه ايه؟ معناه ان الحويصل الهوائية اللي هنا دي مش عارفة تقوم بوظيفتها، اللي هي ايه وظيفتها؟ انها تعمل تبادل للغازات، انها تاخد الاكسجين اللي داخل من الهواء للرئة وتوديه للدم. طب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل مشكلة في تبادل الغازات، تمام؟ هيبقى فيه نقص في الاكسجين. طيب تعالوا نشوف الشعب الهوائية عاملة ازاي. بصوا الفرق بين الناحية الهيلثي والناحية المريضة، الفرق هنا كبير وواضح. ايه يا جماعة الواضح؟ واضح ان هنا مسدودة في الناحية المريضة وفيها كمان مخاط سبيوتم خارج منها وضيقة، يعني كمان الهواء اللي داخل مش داخل، الهواء اللي داخل مش داخل تمام. تمام؟ ايه بقى الكلاسيفيكيشن اوف نمونيا؟ تمام؟ عندنا دلوقتي في كذا كلاسيفيكيشن النمونيا. طيب ايه هي الريسك فاكتور؟ يعني ايه هي العوامل الخطورة اللي ممكن تؤدي لشخص يجيله نمونيا؟
طبعا اللونج ستاندنج سموكينج، المدخنين بكميات كتيره والسنين طويله، ممكن الاند ريزلت بتاعته ان يجيله نمونيا، او لو جاله اي بكتيريال انفكشن بسيط او انفلونزا بسيطه ممكن تقلب معاه نمونيا لان اللونج بتاعته ضعيفه. الكرونيك ديس اوردرز، الامراض المزمنه وبالذات الان كنترول، يعني مريض السكر اللي سكره مش مظبوط، مريض القلب اللي الدنيا معاه مش مظبوطه ومش بياخد علاجه، طبعا مناعتهم مع العلاج اللي هم بياخدوه بتبقى ضعيفه، وايزلي ان هو تو اكواير نمونيا اند اكواير ريسبيراتوري تراكت انفكشن اكيوت سيفير illness. يبقى مش بس كرونيك، لكن لو عيان مثلا تروما، عيان حادثه، عيان جاي بيرن، ده بيحصل له ايه؟ ده بقول عليه acute severe illness، ممكن تؤدي ان الجهاز المناعي يبقى ضعيف والشخص ده يجيله نمونيا. الاميونوسابريسد patient طبعا اتكلمنا عنهم وقلنا الناس اللي بياخدوا immunosuppressive drug دول بيبقوا ريسكي جدا للنمونيا، عشان كده بنعزلهم، عشان كده بنخلي بالنا ان المريض اللي بياخد ادوية تهبط المناعة يبقى well isolated، ان هو لما حد يدخله لازم يغسل ايديه كويس ولازم يلبس جاون وماسك عشان ما يخشلوش بالانفكشن اللي هو جاي بيه من بره. prolonged immobility and shallow breathing pattern، مريض طريح الفراش اللي بيقعد فتره طويله في السرير بيبقى طبعا بيحصل accumulation وترسب للسكريشن في اللنج، وخصوصا لما ما يكونش حد بيعمل له respiratory hygiene. الريسبيراتوري هايجين لعيان immobilized ان انا بخلي العيان ده اعمل له باك رب، اعمل له كافينج اكزرسايز، اعمل له بوسترال درينج، اعمل له شيست فيزيوثيرابي. ليه؟ علشان اساعد ان الجهاز التنفسي بتاعه يتخلص من ايه؟ الافرازات والسكريشن والسبيوتم اللي متحوش في صدره بسبب البرولونجد ايموبيليتي. الديبريست كاف ريفلكس، لو في حد عنده مشكله في الكاف ريفلكس، طبعا احنا عارفين ان الكاف ده ربنا سبحانه وتعالى حطه في الانسان علشان يقدر يكسبل او يطرد اي حاجه تدخل. طب لو واحد عنده مشكله في الريفلكس ده، ما بيعرفش يكح، ما بيعرفش يخرج السكريشن، بيحصل ايه؟ بيحصل اكيوميليشن للسكريشن في الصدر بتاع هذا المريض. والان بي او ستاتس، ايه الان بي او ستاتس؟ دول الناس اللي بيقعدوا فترات طويله ما بياكلوش وما بيشربوش، دول بيبقوا ريسكي فور زي ما قلنا. طيب ده اكزامبل من الريسك فاكتور او الكوزس. هنكلمنا على الاسبيريشن نمونيا زي ما احنا شايفين، هو بلع حاجه والحاجه دي توكسيك، او زي ما احنا شايفين في الصوره في بكتيريا، في فيروس، في فانجل انفكشن. طيب ايه تاني؟ الالكول انتوكسيكيشن، الناس اللي بتاخد دراجز او كحوليات بيحصل لها تسمم من الكحول، جرعات زيادة بتعمل مشكلة في جهاز المناعة. وزي ما قلنا aspiration of foreign substance، خلاص during unconscious period، هنا بقى المريض اللي بيبقى طريح الفراش وفاقد الوعي ومحدش برضو بيعمل له ال respiratory hygiene، ممكن يحصل له aspiration لفورين body أثناء ما هو unconscious ونايم في السرير، طبعا ده بيعرضه للنمونيا وريسك فور ريسبيراتوري تراكت انفكشن. الادفانسد ايجز، عارفين احنا الناس الكبار في السن الاولد ايج بيبقوا طبعا ريسك فور انفكشن عموما، ومناعتهم بتبقى ضعيفه وايزلي ان هم يكاتش انفكشن، وخصوصا ان اغلبهم بيبقى عنده كوموربيديتيز زي بيبقى مريض ضغط او مريض سكر او مريض قلب او مريض كلى مع السن الكبير، طبعا ده بيخليه في الكاتيجوري اللي هم هاي ريسك. respiratory therapy with improperly cleaned equipment، لما انا اجي اشتغل في المستشفى مع عيان واعمل له oral suction او اعمل له suction بادوات ملوثه، او التيوب اللي انا بعمل بيها السكشن مش مهم تبقى انفكتد ولا لا، او بستخدمها كذا مره، او ممكن مثلا الميه بتاعه السكشن مش ميه معقمه، فاهمين؟ او الدريسنج، ما بمسحش التيوب بدريسنج نضيف كل مره وانا بسكشن، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان انا بدخل انفكشن للمريض ده سواء لو هو على الفنتيليتور مثلا، وبالتالي انا بزود ان المريض ده يبقى عرضه للانفكشن.
عشان كده من الأمانة أثناء الريسبيراتوري ثيرابي إن أنا لما أستخدم أكسجين ماسك، لما أستخدم نيزل كانيولا، لما أعمل ساكشن للمريض، لازم الأدوات بتاعتي تبقى نظيفة ومعقمة وأبقى غاسل إيدي، لأن كل ده بيدخل للمريض إنفكشن. طيب إيه الكلينيكال مانيفستيشن للنمونيا؟ بشوف إيه على المريض؟ طبعا بشوف كف، بشوف ديسنيا، بشوف سبيوتم برودكشن، طبعا يبقى لونه غامق راستي أو بلاد تينجلد، يعني معرق بدم. بقول السبيوتم ده معرق بدم. يعني ايه معرق بدم؟ ده في الحالات المتأخرة بقى، لما يخرج مع السبيوتم مع الإفرازات مع البلغم يخرج دم، أو يالو جرين، يبتدي بقى ايه لون السبيوتم يصفر وبعد كده يخضر، يعني ده معناه ان الانفكشن سيفير. بلوريسي شيست بين، بيحس العين بنغزة في صدره، تمام، يقول لك في نغزة في صدري. تاكيبنيا طبعا، شورتنس اوف بريزنج، تمام، هتلاقوها مكتوبة في تذكرة المريض SOB، يعني shortness of breathing، يعني العيان ده نفسه قصير. تاكيكارديا طبعا، أورثوبنيا، يعني أورثوبنيا يعني difficulty of breathing in the supine position، fever، fatigue، poor appetite، طبعا مبقاش المريض ده ما بقالوش نفس خالص ان هو ايه ياكل، تمام. طيب ايه الدياجنوستيك انفستيجيشن؟ اعمل ايه للعيان؟ طبعا لازم اعمل سبيوتم كلتشر، مزرعه، والمزرعه دي تبقى ايرلي مورنينج، تمام، ويبقى ايه العيان ما يجيبليش من السلايفا، ما يجيبش من اللعاب، لا اخليه يفح ويخرج اللي في صدره، تمام، وتبقى اسيد فاست بس اللي لو بوزيتيف، تمام، علشان تو اكسكلود التي بي. انا عايز اعرف لو عنده تي بي، مريض جرن ولا نمونيا، فلازم اعمل له سبيوتم كلتشر، بلاد كلتشر. ليه؟ عشان اشوف ايه الانتيبيوتيك المناسب ليه. شيست اكس راي، سي بي سي، ولازم اشوف الوايت بلاد سيلز، خلايا الدم البيضاء. اشمعنى؟ لان خلايا الدم البيضاء دي من اكتر الحاجات اللي بتعبر عن ان الشخص ده عنده انفكشن، عنده عدوى، لان هي بتعمل فاجوسيتوزيس وبتخرج تهاجم الانفكشن، وهو ده لون الصديد. لون الصديد الابيض او اللون الصديد المصفر ده بيجي من خلايا الدم البيضاء اللي بتروح مكان الانفكشن او مكان الانفلاميشن ويتهاجمه، وبالتالي بشوف الباس، بشوف الصديد، بشوف السبيوتم بالالوان اللي احنا اتكلمنا عنها. الصورة دي بتوضح المين سيمتوم لمريض عنده انفكشن، في هاي فيفر، في شيلز، في رعشة، تمام، في كلامينس. يعني ايه كلامينس؟ يعني الجلد بيبقى سائع ومبلول ويت كده، بيبقى شفتوا عيان هبطان بتلاقي جلده معرقان كده وسائع. بلونس طبعا لازم اشوف زرقان، والزرقان ده بيبان اكتر فين؟ بيبان في اللبس من جوه، في الشفايف من جوه، وبيبان في اطراف الصوابع. طبعا اللنج بلاقي كف وسبيوتم، تمام، بلاقي شورتنس في النفس، نفس الكلام اللي قلناه من شويه، بلاقي هيموبتسس. يعني ايه هيموبتسس؟ يعني كافينج ويز بلاد، يعني الكحه فيها دم. طبعا بيبقى معاه فتيج وايك، تعب، بيبقى فيه هيدك، بيبقى فيه لوس اوف ابيتايت، مود سوينج، مزاجه مبقاش عال، بيبقى مش مبسوط، بيبقى متضايق، بيبقى متنكد، لو بلاد بريشر، هاي هارت ريت، الجاستريك، بيبقى فيه نوزيا وفوميتنج، وطبعا بيبقى فيه جوينت بين بسبب هاي فيفر، بسبب وجود انفكشن في الجسم. ده بيعتبر جسم غريب او فورين بودي على الجسم، انفكشن، وبيسبب هذا النوع من الاعراض والتعب. طب ايه الكومبليكيشن اوف نمونيا؟ كومبليكيشن اوف نمونيا خطيره، من الاخر ممكن المريض يموت من النمونيا، واحنا قلنا في البدايه انه اكتر انفكشن بيكوز ديس هو النمونيا. شوك، بيخش مني في صدمه، او ريسبيراتوري فيلير. اتيليكتازيس، اتيليكتازيس يعني ايه؟ يعني الحويصلات الهوائيه بيحصل لها كولابس وما يحصلش تبادل للغازات، متخيلين؟ يعني ما يحصلش جاز اكتشينج. اتيليكتازيس يعني الالفيولاي ما تقومش بوظيفتها نهائي، تمام. بلورال افيوجن، يعني ايه بلورال افيوجن؟ تجمع فلويد حوالين اللنج بسبب الانفلاميشن،
سوبر انفكشن. يعني ايه سوبر انفكشن؟ سوبر انفكشن يعني العيان يجيله انفكشن فوق الانفكشن اللي عنده، يعني هو عنده نمونيا ويحصل له كمان upper respiratory tract infection، يحصل له كمان برونكايتس، يحصل، فاهمين؟ يعني يحصل له سوبر انفكشن على النمونيا بسبب ان هو بسبب النمونيا مناعته ضعيفة، فبيبتدي الشخص ده يحصل له انفكشن على انفكشن، وممكن يدخل في كونفيوجن، مبقاش واعي بطريقة كويسة، وخصوصا الكونفيوجن ده اللي بيعانوا منه اكتر الناس كبار السن. طب ايه النيرسينج انترفينشن لمريض النمونيا؟ لازم طبعا مونيتور ايه الريسبيراتوري ريت، لازم اعمل البريزنج ساوند، لازم اشوف الارتيريال بلاد جازس عشان اعرف البي او 2 والبي سي او 2، اعرف نسبه الاكسجين في الدم، لازم اعرف نسبه ثاني اكسيد الكربون، عايزه اعرف الحاله اتدهورت وصلت لايه، السي او 2 بتاعه اخباره ايه، العيان ده جراله ايه، تمام؟ فلازم اعمل اي بي جي. اي بي جي اختصار ارتيريال بلاد جازس، يعني غازات في الدم، غازات في الدم. وطبعا البالس اوكسيمتري اللي هو ايه، بالس اوكسيمتري ده يا شباب جهاز صغير بيتحط فيه الصباع علشان يقيس لي نسبة الاكسجين في الدم بصفة مستمرة ويديني القراية على الشاشة على المونيتور. يبقى السلك كده وفي اخره جهاز بيتحط في صباع المريض وبيوريني ايه نسبة الاكسجين في الدم على الجهاز. كمان لازم ادي اوتو سيرابي، لازم ادي المريض ده اكسجين، لازم اريموف السكريشن، تمام؟ ازاي؟ يا اما اعمل زي ما قلت لكم من شويه شيست فيزيوثيرابي، يا اما اعمل سكشن، لازم اعمل اكسرسايز تو امبروف الريسبيريشن. طبعا في حاجه اسمها البريزنج والكاف اكسرسايز، ده لازم يا جماعه التمريض يهتم بيه، لازم يهتم ازاي اعلم المريض ياخد نفس عميق وازاي يخرجه، وازاي ياخد نفس عميق ويخرجه في صورة كحة. ليه ياخد نفس ويخرجه في صورة كحة؟ علشان الكحة وهي خارجة هتخرج السكريشن اللي already accumulated بسبب الانفكشن وبسبب النمونيا. طيب الشيست فيزيوثيرابي اللي كلمتكم عنه من شوية اهو، علاج طبيعي للصدر، chest physiotherapy، عن طريق ان انا بعمل vibration. يعني ايه vibration؟ مش vibration بتاع الموبايل، لا vibration ان انا اقعد اخبط على المريض فاعمل زلزله او هزهزه للافرازات اللي متحوشه في صدره فتخرج. كمان قلنا البوسترال درينج، اتكلمنا عنها. يعني ايه بوسترال درينج؟ بوسترال درينج وهنشوف صورتها بعد شويه، عباره عن بغير وضع المريض، بغير وضع المريض من مثلا رجليه تبقى فوق راسه تبقى تحت، او اقلبه على جنبه، واثناء ما بعمل كده بوصله باجهزه فايبريشن، او انا بعمل له فايبريشن بايديا وبعمل له باك رب، بخبط على ظهره علشان اخلي الخلخله تحصل للسكريشن، خلخله وتهتز من مكانها ويبقى سهل انها تخرج من صدر المريض، لان وجودها جوه، وجود السكريشن جوه صدر العيان بيخليه more risky for infection، تمام؟ more risky for infection. كمان ببروموت الفلويد انتيك. يعني ايه بروموت الفلويد انتيك وايه علاقتها بموضوع النمونيا؟ لا طبعا مهمه، لازم العيان الانسان الطبيعي عموما لو ما عندوش مشاكل في الكلى بياخد من 3 ل 4 لتر في اليوم، وده كمان هزود له، لان السوائل هتعمل ايه؟ هتخلي السكريشن اللي احنا قلنا ان العيان ده عنده بلغم، وقلنا ان البلغم بتاعه تقيل وتخين ولونه اصفر، تمام؟ وبيصفر مخضر. طب انا عايزه اخلي البلغم ده خفيف وسهل ان هو يخرج، اعمل ايه؟ ازود نسبه السوائل. كل ما الشخص شرب سوائل كتير كل ما ده ساعده على ان هو يخرج السكريشن والافرازات لما يجي يكح او لما يجي اعمل له البوستورال درينج. دي يا شباب زي ما احنا اتكلمنا صوره بتعبر عن ايه هي البوستورال درينج. زي ما اتفقنا مع بعض بوستورال درينج من اسمها كده باين عليها انه بوستور تغيير الوضع، جايه من بوزيشن، بوستور جايه من بوزيشن، يعني بغير الوضع. بعمل ايه؟ بقعد العيان شويه،
بغير الوضع بتاعه في القعدة لقدام شوية. خلوا بالكم اللون البامبا هنا ده يمكن مش واضح قوي، بيوريني وضع الرئة، بنيمه كده على وشه في prone position وارفع السرير تمام وشه ناحية الشمال، بعد كده اعكس انزل السرير وشه ناحية اليمين. بصوا بقى دي هنا بخلي راسه تحت ورجليه مرفوعة بس الركبة متنية، هنا نايم راسه تحت ورجليه مرفوعة بس على جنبه شوية شوية lateral تمام. وبفضل اقلب في العيان، مرة ارفع ايده الشمال، مرة انيمه على اليمين وارفع ايده اليمين وهكذا. ودي صورة تانية اللي بالازرق دي بتورينا اشكال شايفين العيان السرير مقلوب ازاي. ايه بقى اللي شايفين هنا في كام مخدة في الصورة دي، في الصورة اللي على اليمين اللي في النص دي، حاطين مخدات كتير تحتيه او فوط ورافعين المريض بالوضع ده كأنه وضع شبه وضع السجود. ليه كل ده؟ كل الكلام ده مهم قوي علشان بيعمل خلخلة في الهواء جوه الرئة، وبيساعد على ان العيان يخرج الافرازات والسكريشن اللي تكونت بسبب النمونيا تمام. اذا البوستيرال درينج دي مهمة وده شكلها علشان لما نسمعها او نحاول نفهمها. وطبعا كل وضع زي ما شايفين هنا على جنب، كل وضع من دول بيعرفني انا بظبط انهي جزء من الرئة. يعني على الشمال كده مكتوب الابر لوب، يعني ايه الابر لوب؟ يعني الفص العلوي من الرئتين. طيب تحت هنا الانتيريور سيجمنت، طب الوضع ده البوستيريور سيجمنت يبقى من قدام او من ورا تمام. طب الميدل لوب الفص الوسطاني، طب اللور لوبس وهكذا. يبقى اذا كل وضع في البوسترال ده يا جماعه دور التمريض. طبعا العلاج الطبيعي بيساعده جدا في الحاجات دي، لكن لو انا في قسم ما فيهوش علاج طبيعي في الوقت الحالي انا مطالب ان انا اهتم بالمريض وهغير الاوضاع دي عشان اخلخل زي ما اتفقنا ايه الهواء في الرئتين تمام. طيب ايه بقيه النيرسينج انترفينشن؟ احنا اتكلمنا عن شويه نيرسينج انترفينشن، من ضمنها البوستيرال درينج، من ضمنها ان انا بزود فلويد للمريض، من ضمنها ان انا بساعد العيان ان هو يتحرك. فكل الحاجات دي طبعا مهمه جدا، بالاضافه البيد ريست لازم يرتاح ما يبذلش مجهود علشان اقوي جهاز المناعه. سيداتيف لو هو بيبذل مجهود في حاجة اسمها effort breathing أو effort with breathing، يعني بيبذل مجهود. تخيلوا بقى لما واحد يبذل مجهود عشان يتنفس، النفس اللي هو المفروض بيمشي بطريقة طبيعية جدا ما فيهوش أي مشاكل، ومحدش أصلا حاسس أو دريان واخد الموضوع for granted، واخدها كده وخلاص يعني أنا كده بتنفس. لأ، ده في ناس يا جماعة اللي بيبقوا عندهم مشاكل ونمونيا أو عندهم انسداد وهناخده بعد شوية، يبذلوا مجهود عشان يتنفسوا. فطبعا اوقات بحتاج اديه مهدئات، بس اخلي بالي وانا بدي المهدئات انها ما تهبطش جهاز التنفس، ما تأثرش على الريسبيراتوري سنتر اللي في البرين عشان العيان يعرف يتنفس، وبدل ما يتحوش في صدره او في صدره افرازات زيادة انا بساعده ان هو يبقى كويس. تشينج بوزيشن، اقلبه لو هو طريح الفراش او هو راجل كبير في السن او كده مش بيعرف يقوم، احركه كل شوية، امشيه شوية، اساعده ان هو يتحرك، لان زي ما بيقولوا كده الحركة بركة وبتساعد على خروج السكريشن من الرئتين. بعمل هيوميديفيكيشن تو لوزن السكريشن. هيوميديفيكيشن دي انا بعملها ازاي؟ انا قلت بزود المية زي ما قلنا، ازود له الفلويد انتيك، لكن كمان ممكن اديله الجهاز النيبولايزر، اوسع له شويه الشعب، او في جهاز اصلا بيعمل هيوميديفيكيشن للرئتين وهنشوفه دلوقتي مع بعض. منتين النيوتريشن دلوقتي يا جماعه، احنا قلنا ان الشخص ده طبعا مناعته ضعيفه، انا عايزاه يقاوم الميكروب، عايزاه يقاوم المرض، عايزاه يبقى صحته كويسه. فبعمل ايه؟ ده منتين النيوتريشنال انتيك، بديله طبعا زي ما قلنا هاي فلويد، بديله زي ما قلنا فيتامينز في الاكل، فيتامين A، فيتامين سي عشان يساعده في المناعه بتاعته تمام، بديله اكل فيه خضروات كتير، بديله بروتينات عشان تعوضه عشان يبقى
كمان عنده قدرة على الحركة لو هو مشكلته في الحركة. Promoting the patient knowledge، ودي مهمة. العيان لما بيسمع ان عنده التهاب رئوي بيجيله مخاوف كتير جدا، لكن لو انا قلت له ان انت لو استريحت ولو نمت في السرير واخدت ادويتك بانتظام وما عرضتش نفسك لهواء ساقع وعملت الشيست فيزيوثيرابي اللي احنا اتعلمناه واتحركت، هتساعد نفسك انك تتحسن. فانا بفهمه علشان يبقى مطمن ان هو ممكن يتحسن. كمان I have to monitor and to manage potential complication، لان ده زي ما قلنا في complication ممكن تحصل له، من ضمنها مثلا قلنا يحصل له super infection. طبعا انا لازم كل حاجة وانا بتعامل معاه environment يبقى clean، تمام، الهايجين بتاع patient، الاورال هايجين، السكشن تبقى clean equipment، كل الحاجات دي طبعا I have to maintain علشان احافظ على respiratory hygiene بتاع المريض ده، تمام؟ طيب احنا قلنا هنعمل humidification وهنشوف ده في الصورة اللي جاية. الصورة اللي جاية يا جماعة بتورينا ايه؟ بتورينا جهاز، تمام؟ شبه الفنتيليتور، طبعا بيدخل humidification، فده بيعمل humidification لصدر المريض. ده صورة لجهاز فنتيليتور، لكن انا مش شرط ان العيان يتحط على فنتيليتور، لكن ممكن في اجهزة زي النيبولايزر وهناخده مع البرونكيا الازمة علشان نعرف العيان ده ازاي ادخله هواء فيه رطوبة عشان الهواء الجاف يسبب له ألم. كمان الهواء الرطب او الهيموديفايد اللي معمول له هيموديفيكيشن يساعد على اخراج الافرازات اللي موجودة في صدر المريض، تمام؟ كده نكون خلصنا الجزء الاولاني من شابتر 2 اللي بيتكلم عن النيرسينج مانجمنت للريسبيراتوري سيستم. في بارت 2 يا ريت نروح بسرعه، هناخد جزء تاني وده مهم جدا علشان هنكمل، يعني بيكملوا بعض.